البارحة للشاعر علي بن مسفر الحلافي. البارحة جتني همومي طوابير بأفكاره قامت تصدر حيالي. البارحة جتني همومي طوابير بأفكاره قامت تصدر حيالي. فالله من قلب شاعتها التفاكير من جرم لا تدهر والليالي. يوم تفكر وين راح المناعير حماية الموقف كرام السبالي. وجدي على ذيك الوجيه المسافر واجدي عليهم وجد وابري حالي. فانا لا قمت اصخر القى في تصفير اصخره واحسب وصوف الرجال. اصخره واحسب وصوف الرجال. اولهم اللي ينطح القوم ويغير يرسي كما يرسي ثقيل الجبال. والثاني اللي مدهل إلا المساير ريف الربع عند عسر الليالي. والثالث اللي قل زعيم الطوابير قدام ربع كل ما جاء مجالي. والربع اللي يفتل الشور ويشير ويحل صعبات العلوم الثقالي. والخامس الجمع الغنم والدنانير ما ينفعك لو كنت أخوه الموالي. ما ينفعك لو كنت أخوه الموالي. اليوم وقت العلماء هو المزامير أرفع خفيف الوزن وأرخى الثقالي. عادت ثعالبها تمرك مزابير والغيره ما عاد يلقى السؤالي. لكن يوم ان الرديح حبله قصير حبله قصير ما ينوش المعالي. يا محال نهج الخلا والمشاوير ابعد عن الشبه وقيل وقالي. ناس وار الطيب وقاطعه مداوير امثل من دور ذهيب الحلالي. امثل من دور ذهيب الحلالي. عم مجتمعهم ببعد السر واسير اروح من هاجم منا الناس خالي. رزقي على اللي يرزق الدود والطير بوكاره من غير بيت ومالي. رزقي على اللي يرزق الدود والطير بوكاره من غير بيت ومالي.